ناظر حولك، بتشوف كثير، بتشوف اللي قاعد يطقطق على جهازه يفكر وأفكاره تسبق زمانه، وبتشوف اللي ما تدري وش يسوي، بتظنه يلعب ضايع وضيع وقته، ويمكن تشوف ما له فايدة. بس تقدر تتخيل الوطن بدونه، بدون أبشر، بدون فرجت، بدون مدى ووتين. طقطقت أزرارهم خلت الآلة تتكلم مع الداخلية عشان تطلع لك بطاقة وطنية في دقائق. تتكلم مع البنك والبنك يفتح لك حساب، تقدر تحول لأي أحد، تقدر بضغطة زر تكفل يتيم، تكفل سجين وتنقذ حياة. هذول المبرمجين اللي عايشين بيننا وما أحد ينتبه لهم، احنا نشوفهم مؤثرين حقيقيين. في الوقت اللي يشوفهم البعض يضيع وقته، نشوفهم يغيرون الوطن.